هو استاذ هاني هيقول او هنسمعه هيقول ايه في الفقره. طيب خلينا نقول ان بمناسبه عيد الحب ان احنا نفذنا فكره لطيفه جدا، انا مش عايزه احرقها لكم، تيجي نشوفها يا مي؟ يلا بينا. تعالوا نشوف الفكره اللي احنا نفذناها كده، نزلنا الشارع وعملنا ايه، وبعدها نطلع لفاصل، وبعد الفاصل نرجع نستقبل الموسيقار العظيم استاذ هاني شنوده. قناة المحوة بتديك الوردة دي بمناسبة عيد الحب، تديها لمين وتقولي له ايه؟ هديها لماما وبابا، ان هم اكتر ناس وقفوا معايا واكتر ناس كانوا معايا في حياتي، فعدوا مني حاجات كتير، واحب اقول لهم شكرا جدا وربنا يخليهم ليا يا رب. احب اهديها لماما عشان هي وقفت جنبي في حاجات كتير، وكانت هي اللي دايما معايا، ما كانتش بس مامتي، كانت مامتي وصاحبتي واختي، وكانت مكان بابايا كمان، فاحب اقول لها شكرا على كل حاجه عملتها معايا. وده لحبيبتي، اقول لها كل سنه وانت طيبه. عمتي بالاخص، هي كان ليها فضل عليا في ان انا اوصل لحاجات كتير انا موجود فيها دلوقتي. اهديها لوالدتي، ان والدتي هي الحب كله بامانه، وربنا يخليها ليا. انا هديها لمراتي واقول لها كل سنه وانت طيبه، يا اغلى حاجه عندي، بحبك قوي، ربنا يخليكي ليا دايما في ظهري. احب اهديها لبابا وماما واقول لهم شكرا ان هم تعبوا معايا وان هم خرجوني من حاجات كتير قوي كانوا هم السبب فيها. لمامي لا ثانك يو، لا انا بحبها قوي. اديها لماما واقول لها كل سنه طيبه، بحبها قوي عشان عملت لنا حاجات يعني كويسه جدا بجد.